السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم يا أبنائي أبناء دار الثقافة، أهلا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الخامس الابتدائي. ودرسنا اليوم وهو جمع الكسور المتشابهة، الدرس الأول من الفصل التاسع. فكرة هذا الدرس أن أجمع الكسور التي لها المقامات نفسها، فلنستعد يا أبنائي لهذا الدرس عن طريق هذا المثال. اقتسمت لمياء وأبوها شطيرة، فأكلت لمياء 2/6 من الفطيرة، وأكل أبوها 3/6 من الفطيرة. ما مقدار ما أكلته لمياء وأبوهما من الشطيرة؟ أجمع الكسرين المتشابهين لتجد مقدار ما أكلت لمياء وأبوها من الفطيرة، ولذلك بجمع المقامين وكتابة الناتج على المقام نفسه. المثال الأول على جمع كسرين متشابهين يقول: أوجد ناتج جمع 2/6 + 3/6، ثم تحقق من الحل مستعملا النماذج. لاحظ يا أبنائي عند استخدام النماذج وعند جمع 2/6 + 3/6، فإننا سوف نجمع 2 + 3 يبقى 5، والستة تفضل زي ما هي يبقى 5/6. إذا جمع 2/6 + 3/6 يساوي 5/6. علشان نجمع المقامات المتشابهة بنثبت المقامات ونجمع البسط، يعني احنا ثبتنا الستة كتبناها زي ما هي وجمعنا الاثنين والتلاتة يديني كام؟ يديني 5. طيب، مفهوم أساسي جمع الكسور المتشابهة: لجمع كسور متشابهة بنجمع البسوط ونكتب الناتج على المقام نفسه، مثل 1/4 + 2/4 يساوي 1 + 2/4. 1 + 2 = 3، يبقى 3/4. ونقولها يا أبنائي: ربع زائد ربعين يساوي 3/4. نلتقي يا أبنائي إلى مثال من واقع الحياة وجمع الكسور المتشابهة. يبين الجدول المجاور مقدار ما قرأه فهد في اليوم. من قصة: ما الكسر الذي يمثل ما قرأه فهد يومي السبت والاثنين معا؟ في يوم السبت يا أبنائي 1/10، يوم الأحد 4/10، يوم الاثنين 3/10، يوم الثلاثاء 2/10. هنجمع 1/10 و3/10، يبقى 1/10 + 3/10 بيساوي 1 + 3/10 يساوي 4/10. وسوف نجمع، سوف يتم تبسيط 4/10 بالقسم على 2. 4/2 يساوي 2، و10/2 يديني 5. إذا قرأ فهد 2/5 من القصة يومي السبت والاثنين. آخر مثال يا شباب في هذا الدرس على جمع الكسور المتشابهة أيضا، ويقول: أوجد ناتج جمع 2/5 + 4/5، ثم تحقق من الحل مستعملا النماذج. 2/5 + 4/5 يساوي 2 + 4/5، فإحنا جمعنا البسطين يا شباب، يبقى 2 + 4 = 6/5، وعند تبسيطها 6/5 بيساوي 1 و1/5. إذن 2/5 + 4/5 يساوي 1 صحيح و1/5. شكرا لكم يا أبنائي، وإن شاء الله نلتقي في الدرس القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.